طيب طيب كده ولا جاز؟ طيب طيب الو ايوه مين عايز الكابتن حسين؟ مين؟ هاتي الو مين اللي بيتكلم؟ انور فين الكابتن حسين؟ انا المدير. تمام يا فندم. كابتن حسين مش موجود يا فندم. طياره شاطر بكره الساعه 10. خلاص يا فندم هبلغه يا فندم. يا ساتر المدير الباب فين؟ من فضلك كابتن حسين فتحي. في البار. صباح الخير يا فحش. اهلا يا ابو الهناور. قاعد لوحدك يعني؟ الظاهر انها علمتك الادب. هي مين دي؟ الحلوه اخويا اللي واخده عقلك. وصلت لها ولا لسه؟ مش ده المهم. المهم ايه اللي جابك؟ المدير عايزك. عايزني ليه؟ بكرة الساعة 10 في رحلة لباريس. باريس؟ يا خبر أبيض، مش ممكن. يلا بينا. لا لا لا، أنا النهاردة مش فاضي. هقابلك بكرة الصبح الساعة 7 في المطار، ها؟ سلام. واحد ويسكي. ألو؟ أهلاً يا كابتن حسين، إزيك؟ أيوة أنا نازل على طول. بس لوحدي. ماما؟ صحيت من بدري، بس مش عايزة تخرج معايا. طب أقول لها. ماما كابتن حسين عايزيننا نخرج معاه النهارده. اخرج انت معاه وقول له انا مش موجوده. ماما بتقول لك هي مش موجود. يا ولد ايه مسافر؟ يا خساره. طب هترجع امتى؟ وهنشوفك ازاي يا كابتن؟ ايه طيب. الو الحمد لله ما كانش في داعي. يوه انواع الطيارات كتير، عندك الكارافيل وعندك البوينج، والبوينج فيهم كذا نمره، وبعدين بقى في طيارات. بقالك كم سنه بتشتغل طيار؟ يوه من زمان. قول يا كابتن تقدر تفهم الطياره في الجو؟ مال ده انا فارم الورق على ورا كمان. لا مش ممكن. لا ممكن ده انا مره في الحرب لقيت نفسي طاير كده، هو واخد بالك؟ وبعدين ايه وانا طاير كده لقيت واحد راح هاجم عليا كده، فضل طاير رحت انا متفاديه وهاجم عليه ورحت جايبه قدامي انفجر وفضل ماشي ورايا، وانا ماشي كده بقى لقيت لك اتنين هاجمين عليا، هم هيجموا عليا وانا اخش عليهم، هم يخشوا عليا وانا اخش عليهم، علوه بقى انا رحت خام ورحت هاجم كده ورحت عامل لفه كده ورحت وعطرني وبعدين وقعت ومات بابا وسابني انا واختي لامي وربيتنا وكبرنا واتجوزنا. اختي عاطفيه قوي، اتجوزت بقلبها وانا اتجوزت بعقلي. وكانت بتحبه قبل الجواز؟ جدا، ولسه بتحبه لغايه دلوقتي رغم انهم اتطلقوا. اتطلقوا؟ ايوه. ماما انا عايزه اصطاد سمك. روحي يا حبيبي تعالى معايا يا كابتن. الحقيقه يا كابتن خالد مساله صيد السمك دي انا ماليش فيها. روح انت يا خالد. عيب كده يا حبيبي، يلا انت مش صغير. يلا يلا خالد بقى ورينا جدعنتك، عايزين ناكل سمك النهارده. يلا. كنا بنقول ايه؟ اتطلقوا ليه ما دام بيحبوا بعض؟ علشان اتسرعت وجوزته بقلبها. يعني لو كنت اتجوزته بعقلها تفتكري كانت هتبقى سعيده؟ اتقدم لي محمود وانا عندي 16 سنه. فكرت بعقلي لقيت فيه الراجل وقور ومركزه كويس ومن عيله كبيره، يعني راجل كامل. وافقت واتجوزنا وقضينا شهر العسل. تعرف ان محمود جابني هنا في شهر العسل؟ قضينا ايام حلوه وليالي جميله. كان حلم جميل. مل علي حياتي لدرجة اني حسيت ان الدنيا كلها ملك ايديا، وافتكرت ساعتها ان حياتنا
شهر عسل طويل عمره ما هينتهي ابدا. وانتهى شهر العسل ومرت 10 سنين من عمري. ازاي؟ مش عارفة. لقيت نفسي مسؤولة عن بيت وراجل وولد، وابتدت مشاكل الحياة. لكن انت لسه صغيرة والحياة كلها قدامك. طب انا عندي كم سنة؟ ايه هتقولي لي يعني 50 سنة؟ مظبوط. ورقة الميلاد بتقول 26، والحقيقة اللي انا عايشاها عادة 50. عمر الانسان ما بتحسبش بالسنين، بتحسب بلحظات السعادة اللي بنعيشها. اهو انا مثلا من يوم ما شفتك وانا بعيش في سعادة، اتمنى انها ما تنتهيش ابدا. منى حرام الجمال ده يدفن وهو لسه في عز شباب، حرام الزهرة دي تذبل قبل ما تشوف النور. منى حسين، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اعذريني، انت بقيت شيء مهم قوي في حياتي. ماما انا جوعت، عايزه برنده. حاضر يا حبيبي. ماما أنا زهقت، عايزة